احنا دلوقتي في شارع جميل جدا، رايحين ناكل عند كشري التحرير. شايفين الجلبي ده جايب شويه حاجات نحاس تحف تحف. طبعا محل ده بتاع بايوكي مشهور طبعا، المزاد بقى وده حاجات رهيبه كده وجميله. يلا بينا. وجاليري برضك كرم امين. المكان جميل طبعا، شويه تحف تحف جميله. معظم المحلات اللي بتبيع مجوهرات على المزات وكده بيفضلوا ان هم يشتروا البضاعة اللي كانت مش شارية من عندهم، مش بضاعة شارية من محلات. هما بيبقوا عارفين حاجتهم وفترتهم طبعا. طب اشوفوا فتح الله. رقة هو لونه حلو بس حاسه صناعي. لا لا مو صناعي، هو طبيعي. بس اللي ماشي لعندي اكتر الالماز والذهب، بس صغير قوي لونه. بس يلا بينا. طبعا ده فرع البنك الاهلي المصري، ده جروب دي اشهر بقى محل الذهب. السرجاني تعبان من الجواهرات، حاجات رقيقه كده. الشارع ده بتاع محلات الذهب عامة. احنا طبعا مش رايحين نشتري دهب من شارع الذهب، ولكن بمنتهى الصراحة احنا رايحين لمحل التحرير ان شاء الله ناكل كشري، ممكن نحلي بمعالي او كريمة. محل بيا مفيش مينا. مش عارفه المبنى الجميل ده بتاع ايه، بس دلوقتي هعرف. المباني هنا في بعضها اثري زي المبنى اللي قدامكم ده، ده مبنى اثري وفي منتهى الجمال. ده المصرف العربي الدولي. انا بقى هوريكم جمال المباني القديمه. خلوا بالكم الشقة من هنا غالية خالص، ب10 جنيه. ده البنك الوطني الأول في مصر، اف اي بي مصر، اب مصر. المبنى تحفة تحفة حقيقية. الله، شايفين المباني؟ الناس زمان يا جماعة كانت بتعرف تبني أكتر من دلوقتي. مباني رائعة وجميلة وتفتح النفس. وإلى اللقاء.